يا حلاوة القرآن يا حامل القرآن قال الله وذن استجبنا لك
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير فاستجبنا له ووهبنا له يحيى
صراط مستقيم. فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله
لقد خلقنا الرحمن